السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا وأصدقائنا. حبيت ندير لكم اليوم موضوع صغير، بدي سوجي هكذا. إذاكم شايفين نهار كي صارت الزلزلة هذيك، الناس كل تبانيكات والناس كل راح تجري وتشعل في الضوء. مي سي تروطر، كاين اللي سي تروطر المقانة نتاعو والكناري نتاعو تخبطوا لداخل وطيحوا الريش. الحل عندنا هذا النوع تاع لي لومب، هذا النوع تاع لي لومب كيما راكم تشوفوا ما تكلفش ورخيصه. يعني شريتها اليوم دير 15000، هذه دير 150 دينار. هاي اللي كيفاش دايره، تبلاصيها في لابريز، كي تطفي الضو هي تشعل وحدها. كي تطفي الضو تاع لوندروا وراك حاط الطيور تاعك هي تشعل وحدها. علاش؟ فيها هذه الجهه مكتوب فيها هذه شغل فوتو سيلولير، كي يطفي الضو هكذا يتغطى تطفى الضو هي تشعل وحدها. هذه مليحة نخلوها ليل كامل عند الزواوش، تمدلهم ماهيش قوية بزاف الضو تاعها، تمدلهم شوية لا لوميير لو طون اللي يقدروا هكاك شمي يسرى يعرفوا وين يروحوا. ما تكونش هناك اون بانيك ولا. وحاجة واحدة أخرى، اللي فومير كيكونوا حاضنين البيض كي تنوض في الليل تاكل تعرفوا وين تعاود تولي للعش تاعها. يعني مليحة بزاف، دوك نسيوها ونشوفوها. شوفوا خاوتنا، كي نغطي هاد لابارتي بصبعي تشعل، كي نحيها تطفى. غطيها تشعل، نحيها تطفى، يعني مليحة. دوك نسيي ونطفي الضوء تاع البالكون ونشوفوا قاوية ماهيش قاوية ليفيكاسيتي تاعها. يعني كيما نشاهدو تمد شغل الضوء تاع قمر، شغل السما صافي والقمر، يعني الزوج يقدر يشوف بين المجاثم، يشوف الماكل تاعو، يشوف العش، يشوف كلش. هذه هي خوتنا، هذا هو السوجي تاعنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.